أكثر ما يثير التساؤلات في نفوسنا هو حياة رجال العصابات، حيث نبدأ بالتفكير بمجرد سماع أسمائهم. كيف يعيشون وما هي الحياة التي أدت بهم إلى مثل هذا الطريق، مما يجعل قصصهم غاية في الجاذبية، كقصص المشاهير من نجوم السينما والتلفاز. وآل كابوني هو أحد أشهر رجال العصابات، والذي تحول بمرور الوقت إلى أسطورة وتلهي قصته. كان غابرييل كابوني رجلا إيطاليا الأصل، يعمل بأحد البلدات الصغيرة في إيطاليا، ولكنه انتقل إلى الولايات المتحدة برفقة زوجته وطفليه، مثله مثل أبناء شعبه الذين هاجروا أيضا في هذا الوقت بحثا عن الرزق. بالفعل سرعان ما وجد غابرييل عملا، وبدأت زوجته في تعلم الخياطة من أجل العمل ومساعدة زوجها، ثم رزق بطفل ثالث أطلق عليه اسم ألفونزو، ولقبه فيما بعد بآل، حيث اشتهر عندما كبر بآل كابوني. لم تكن طفولة ألفونزو هي المؤثر والدافع له للانخراط في حياة الجريمة فيما بعد، حيث كان والده يعمل حلاقا ويكسب قوت يومه بالحلال، ولم يعنف أحدا من أبنائه قط أو يضربهم، بل كان رجلا حنونا وخير الذليل على ذلك. هو ابنه الأكبر فينسينزو، والذي كان يعمل مفتشا حكوميا واشتهر بنزاهته ونظافة يديه حتى نهاية حياته، ولم يأخذه الطريق الذي صار فيه ألفونزو. لم تكن تلك الحياة تعجب ألفونزو الذي جذبه رجال العصابات وأعجب بهم بشدة، حتى أنه قد تم فصله من الدراسة إثر صفعه لأحد المعلمات، ثم عمل بعد ذلك بائع حلوى لينتقل بعدها للعمل بأحد مواخر الدعارة كقواد، ثم ينتقل للعمل كأحد رجال الحماية لزعيم إحدى العصابات الصغيرة، ليتلقى جرحا غائرا في وجهه إثر نشوب مشاجرة بينه وبين شقيق إحدى الفتيات، ويلقب من وقتها بوجه الندبة. كان آل كابوني جريئا للغاية، حتى أنه قد قتل رجلين دون أن يتم إلقاء القبض عليه، حيث كان وقتها يسود قنوى الصوت بعصابات المافيا، فرجالها يقتلون بعضهم بعضا ويصفون حساباتهم، ولكنهم لا يلجأون للشرطة قط، ومن يفعل ذلك يصبح فارس ويطارده الصديق قبل العدو. وفي عام 1919 تزوج آل من فتاة جميلة من أصول إيرلندية، أنجب منها ابنه الوحيد ألبرت. وبحلول عام 1921 تم إرسال آل إلى شيكاغو نظرا لقتل أحد رجال عصابة منافسة للعصابة التي ينتمي لها. مع مطلع القرن العشرين كان هناك أحد رجال العصابات يدعى جيمس كولزمو يدير أحد بيوت الدعارة، وتزوج من سيدة تدعى فيكتوريا كانت تعمل قوادة، ليتوسع في تلك المهنة ويقود بيوتا في كافة الولايات. وفي تلك الفترة كانت هناك عصابة تدعى اليد السوداء، وكان عملها يتخلص في إرسال تهديدات للأثرياء بطلب فدية في التذليل يد مذابة بالحبر الأسود، ومن يرفض دفع المبلغ المطلوب يتم تصفيته وعائلته كاملة. وحدث أن وصل لكولزمو تهديدا مماثلا، فأرسلت فيكتوريا لابن أخيها ويدعى توريتو الملقب بين العصابات بالثعلب لإنقاذه من تلك التهديدات، فقام توريتو بموافقة العصابة وتحديد الموعد والمكان دفع الفدية، وما أن وصلوا حتى قام توريتو بتصفيتهم جميعا. ما لبث توريتو أن انضم إلى عصابة كولزمو وأصبح شريكين، ولكن أراد توريتو أن يتاجر بالخمور، إلا أن قانون إلغاء تداولها قد فتح الباب على مصارعه للشجار بين توريتو وكولزمو، انتهت بقتل توريتو لكولزمو وإزاحته من طريقه واستبداله بآل كابوني الذي سرعان ما اتخذ مكانه داخل العصابة. وبحلول عام 1925 أصيب توريتو بجروح بالغة وإصابات خطيرة دفعته لمغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى إيطاليا مرة أخرى، ليتزعم آل كابوني العصابة ويثبت جدارته بالزعامة فيها. وتزايدت أعماله حتى بلغت ثروته أكثر من 100 مليون دولار في عام واحد،
كانت جرائم إل كابوني كثيرة وضخمة، وراح ضحيتها الكثير من الأبرياء. وعلى الرغم من عدم إثبات أي جريمة منها على إل كابوني، إلا أن محقق الضرائب إيلوتنيس قام بتقديم إل كابوني للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبي، واستطاع سجنه حوالي 11 عاما على خلفية تلك القضية. واستطاع إل كابوني أن يحكم من داخل زنزانته بعد أن استطاع رشوة حراسه، مما دفع الحكومة إلى نقله إلى سجن آخر، ألا وهو سجن الكاتراز، وطبقت عليه قوانينه الصارمة. فتعلم إل كابوني أن يهدأ حتى يخرج من هذا الجحيم، ولكنه أصيب في السجن بمرض السفلس وأودع المشفى، ثم خرج ليقضي ما بقي من حياته بعيدا عن عالم الجريمة، إلى أن توفي عام 1947 بأزمة قلبية. شكرا لمشاهدة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.